مشاهدينا مرحبا بكم بعد هذا الغياب في برنامجكم الصراحة راح يجيكم على قناتكم قناة الشباب والعائلة قناة الجزائر نيوان. معكم أنا ماريا كوم دابيوتيوت نجيبوا مواضيع جديدة اللي نتواصلوا بها مع المجتمع الجزائري. مشاهدينا موضوعنا نهار اليوم راح يكون على نسقسيو الراجل واش المواصفات اللي تحبها في زوجتك عفوا المستقبلية، ونسقسو نسا ثاني واش تحبي مواصفات في زوجك المستقبلي. نشوفوا آراء المجتمع الجزائري وما تزابيوش وما تروحوش بعيد. يكون قاري، يكون مربي، يصلي، وليد فاميليا، هذا ما كان وصح كامل فنانة. هذا ما كان. نحبو يكون جونتي، يتفهم، يخليك تناقشي، يكون عندك، باسكو كاين رجال عندهم عقلية، المرأة ما تهدرش، المرأة ما عندهاش حق باش تناقشو في عفسة. أنا نحب واحد الضحاكة يسمعني، يسمع آرائي، وكما يقولوا الأخلاق هي الصح. ما شاء الله على حسب مكتوب ربي، ما شاء الله ربي بعث لنا واحد لي فاميليا. دونك جامري بيان كيل سوا ريسبكتيو او كيل ريسبكت لي جون، اي اوسي لازم يكون يقرا كتابات. لازم يكون يقرا كتابات. انا متزوج وش راح نقول لك، المرأة ديالي الحمد لله قرية، مام لاج تاعها صغير ومنا قرية وفاهمة كما نقولوا باللي عندها العقلة بزاف عقلة، وان شاء الله يكونوا كما نقولوا مد مثال ليها، ان شاء الله يكونوا لا بريبار بزاف بنات، ان شاء الله يكونوا كما هي، وان شاء الله يكونوا كامل عاقلين، وكما نقول لك اللي شدت لسانها سطر دارها. وهذا ماك لا كونفيونس سينو ابار سا جوبونس يا با ترو دو تريك هادو برك سي ليسونسييل Le plus important, quoi. C'est tout, je pense. Oui, bien sûr. Moi, ça fait une haba pour moi. Être une âgée, une terbiya, ou qaria, adamak, ou une famille, aïe, blanzia. قلت لك ما نحبش كاين راجل تناقشي معاه ما يخليكش تهضري، وانا نحب نهضر ونقول اي راجل ما ماشي معناتها انت راجل معناتها المراه ما عندهاش الحق باش تعطيك رايك ولا. ونتمنى ان شاء الله يكون رجل حنون ويحس بالمراه، هذه عسالي نتمنى عفايس واحد اخرين ولا غير يجوا يروحوا، مي العقليه هي اللي تبقى، العقليه هي الصح. الزوج المثالي احنا انا نتمنى ليسونسييل يكون اول حاجه ولد فاميليا، انسان متربي متفهم، يتفهم المراه نتاعو، ما يكونش انسان متسرع تاع مشاكل، باسكو اللي جان تاعو عندنا كامل متعصبين متسرعين، ماذا بينا يكون انسان متفهم مثقف يعرف يهدر، سورتو كي يكون انسان يدي ويجيب طايع والديه بيان سور، باش كيما يطيع والديه يطيع مرتو، هذا معك يعرف يهدر، يخلي يعطي فرصه لمراه ثانيه تهدر وتمد رايها، ما يكونش انسان اناني. بصح الدراهم والزينه ما تعرفي وقتاش يروحوا، ان شاء الله تينات. مشاهدينا وبهذا لحقنا لختام عددنا لها اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، موضوعنا كان في متناول الجميع. استنونا في مواضيع جديده على قناتكم قناه الجزائر نيوان. كنتوا معي انا مريم ناسف، استنونا في مواعيد جديده. سلام.